أنا البروفيسور موريس بارتري، رئيس وحدة سفاري الموجودة هنا في أنجا ونديري، وحابب أوضح بعض النقط بالنسبة للأحداث المؤسفة الغير متوقعة واللي حصلت في وحدتي الفترة الأخيرة، واللي ما ظهرتش أثرها إلا بعد سنتين ونص من حدوثها. في البداية لازم أؤكد على حقيقة يعرفها كل السادة العلماء والإداريين والممولين اللي اختاروني أكون رئيس للوحدة دي، وهي إني مش المسؤول الوحيد عن كل البحوثات العلمية اللي بتتم هنا. الموضوع يبان إنه غريب حبتين، بس هي دي الحقيقة. من الصعب إني أتابع عمل حوالي 100 طبيب في معاملهم وغرفهم الخاصة، بجانب إني ما عنديش صلاحية التفتيش واقتحام خصوصيتهم. صحيح أحياناً في دكاترة بيطلبوا مني دعمهم بصفتي الإدارية عشان يجروا تجارب معينة، وساعتها بطلب منهم يقدموا لي تفصيل كامل عن طبيعة تجاربهم دي، وطبعاً بيبقى كل اهتمامي متعلق بأخلاق المهنة، زي إنهم ما يجروش تجاربهم على المرضى من غير موافقتهم، أو إنهم يعذبوا الحيوانات باسم العلم مثلاً، أو أي حاجة يكون فيها تعارض مع شرف المهنة. لو الباحث قرر مثلاً ما يديش دواء معين لمريض محتاجه على سبيل التجربة، ممكن يكون للفعل ده مبرر في دماغه، لكن بروتوكول زي ده غير مسموح بيه أبداً. وطبعاً مش هبقى ملم لو الباحث قرر يعمل ده على مسؤوليته الشخصية وبدون علمي، لكن مجرد ما بعرف بمخالفة زي دي بتخذ ضده إجراء صارم جداً. مش عارف إذا قدرت أوصل وجهة نظري لحضراتكم ولا لأ. أما بخصوص الحادث الأخير، فمن طرفي أنا عملت تحقيق مفصل مع كل الأطراف اللي ليهم علاقة بالحادث، وطلبت من كل واحد فيهم يكتب تقريره ويوقع عليه ويرفعهولي. الحقيقة أنا مش قادر أوجه اللوم لشخص معين أو أحمل المسؤولية لحد، كلهم ضحايا تورطوا في الأحداث لظروف قهرية هي اللي وصلتنا للأزمة دي. والأشخاص اللي تم التحقيق معاهم هم دكتور هيلم ماكنلي، خبيرة الطفيليات الاسكتلندية، ما عنديش عليها أي ملاحظات من ناحية السلوك أو المستوى العلمي، ومش بوجه ليها أي اتهام لأنها ما كانتش تتوقع إن ده كله ممكن يحصل. دكتور علاء عبد العظيم، طبيب مصري مقيم في الوحدة، ولو اتغضينا شوية عن اندفاعه وميله الواضح لمعاداة السامية نقدر نقول إنه شاب نشيط وبيتعلم بسرعة ومخلص للوحدة، وإن التصرفات اللي صدرت منه غير مقصودة إطلاقاً. هو شخصياً كان ممكن يفقد حياته بسبب الأحداث دي. دكتور إبراهام ليفي، اختصاصي أمراض العيون وإسرائيل الجنسية، وبالرغم من إن في زملاء كتير ليهم تحفظات على طباعه الملتوية، لكن بالنسبة لي ما لهوش أي ملاحظات، وأعتقد إنه ملوش دور في القضية دي. تصرفاته هو كمان غير مقصودة بالمرة. دكتور مأمون الجندي، خبير الحشرات المصري، أنا ما تقابلتش معاه قبل كده وما عرفش عنه حاجة غير إنه بارع في شغله، وهو اللي بعت لي تقرير بالأحداث موضوع تحقيقنا، وعرفت وقتها إنه واحد من خبراء الصحة العالمية المعتمدين، وأعتقد إن شهادة راجل زي ده مهمة جداً إننا ناخد بيها ونضيفها لتقريرنا. هم دول يا حضرات أطراف التحقيق، ولو حد شايف إن نظرية المؤامرة واردة فأنا من وجهة نظري إن في طرف تاني ما جاتش سيرته في التحقيق ده. وأرفقت كمان لحضراتكم ملف بشهادة كل واحد من الأطراف اللي تم التحقيق معاهم واللي تم ذكر أسمائهم للإطلاع والحكم على الأحداث. موريس بارتريه، رئيس وحدة سفاري، 1999. أنا الدكتور علاء عبد العظيم، مصري، 32 سنة، طبيب مقيم بوحدة سفاري. علشان أقدر أقدم تفسير لكل اللي حصل، اسمحولي أعرف اللجنة الموقرة بتفاصيل أجازتي الأخيرة
واللي كانت في شهر 7 بعد طول انتظار. أنا ما كنتش أتمنى في يوم أن أبعد عن بلدي، بس في الحقيقة اضطريت أسيبها لأنها بقت أضيق من اللازم عليا وعلى اللي شبهي. ورغم أني عمري ما حسيت للحظة واحدة أن بلدي بتحبني زي ما بحبها، لكني كنت مشتاق قوي للحظة دي. في حنين دايماً بياخد الواحد لهناك، لا تقدر تهرب منه ولا ليك دخل فيه، نوع كده من أنواع الانتماء البيولوجي وقوانين الفيزياء، زي البوصلة لما بتتحرك ناحية الشمال، ده شيء خارج عن إرادتها، مش حباً في الشمال مثلاً، بس لأنها ما بتعرفش تعمل أي حاجة تانية غير إنها تشاور عليه. يمكن أهمية الوطن هي إن في أشخاص يهموك زي أهلك وأصحابك، بس ما أعتقدش حكون فرحان وراضي لو جبت كل أهلي يعيشوا معايا هنا في الكاميرون. هتفضل برضو في حاجة ناقصة، تراب البلد. يمكن أكون ببالغ شوية، بس للأسف هي دي الحقيقة. وزي ما حضراتكم عارفين، أنا كان بقالي سنتين ما أخدتش أجازة، فكان الموضوع عامل زي الجندي اللي راجع وطنه بعد حرب طويلة ونفسه يستمتع بأبسط متع الحياة اللي منتظرة هناك، زي لهفتي مثلاً على سندوتش طعمية من عند حودة، ولا الفرجة على ماتش الأهلي والزمالك على القهوة، ويا سلام بقى لو خروجة في سينما الزيتون وأكلة كوارع معتبرة في الحسين، ومين عارف مش بعيد كمان أحضر ماتش الأهلي في بورسعيد واخد علقة هناك. ما الكرة بصراحة ما تحلاش من غير ضرب. كنت بفكر في كل ده وأنا عارف أني خلاص مسافر كمان كام يوم، إن ما كانش بعد كمان كام ساعة. المهم سلمت على زمايلي في سفاري اللي بحبهم وبيحبوني، واللي عشنا مع بعض أصعب أيام، وطرت على أرض الوطن، على مصر. طيب، هو حضراتكم طلبتم مني أني أحكي كل حاجة بالتفصيل، أنا فعلاً مش عايز أطول عليكم، فمش هحكي لكم بالظبط لقائي بأهلي كان عامل إزاي، يعني هحاول أختصر شوية. أخويا كان مستنيني في المطار مع أعز أصدقائي أشرف بعربيته الفيات، ومش بعيد تكون دي أول عربية فيات تدخل مصر وقتها، بس دي العربية الوحيدة المتاحة حالياً، وعلى الأقل ما انفجرتش بينا قبل كده وإحنا على طريق المطار يعني، فأعتقد دي حاجة لوحدها تطمن. لقيت أخويا متغيرش كتير، كان زي ما هو، لكن أشرف تخن وبقى شبه المقطورة وشعره بدأ يقع. طبعاً بالنسبة لحد في الثلاثينات دي علامة صلع مبكر واضحة، لكن هو شايفها إنها علامة من علامات الرجولة. بعد السلامات والأحضان طلعنا على البيت، وكالعادة أمي كانت صحتها متأخرة وما بقتش بتمشي تقريباً، عينها بقت متغطية بسحابة بيضة بسبب مرض الكاتاراكت، لكنها رفض العمليات. وطبعاً أنتم مش محتاجين أني أقول لكم اللقاء معاها كان عامل إزاي، لقاء مليان مشاعر ودموع وأحاسيس متلخبطة كتير. بيقولوا دايماً ولاد البحر الأبيض المتوسط مشاعرهم فياضة، فمش هدخل في التفاصيل أكتر من كده، ومش هحكي لكم طبعاً عن تفاصيل محاولتها المستميتة في إقناعي بالجواز. أصلها من الجيل اللي بيعتبر إن الراجل إذا جه عليه سن الـ30 من غير جواز تبقى كارثة وفاته القطر، وبالأخص وهي عارفة كمان إن ظروفي المادية يعني كويسة، لولا شوية تحفظ كنت قلت على نفسي إني بقيت فعلاً غني. وهي دايماً جاهزة بالعروسة ست البيت الطيبة. طبعاً كل دي تفاصيل ما تهمش اللجنة الموقرة في حاجة، بس حبيت أحطكم في الصورة. المهم ما جاش الليل إلا وأنا محقق أكتر أحلامي المنتظرة، وهي أكلت الطعمية من عند حودة، واكتشفت إن مفيش حاجة اتغيرت، حودة لسه زي ما هو. النصاب بيحاول يخدعك وما يحطش طحينة في الساندويتش، بس على مين؟ أنا كنت عامل حسابي وصحيله كويس. واقترح علي أشرف إننا نقضي كام يوم في قريته، ودي حاجة كنا متعودين نعملها سوا كل منزل على مصر أجازة. بصراحة كان عرض أشرف قوي وما قدرتش أقاومه، وافقت على طول بشرط إننا نسافر بعد يومين علشان أكون خلصت من استقبال بقية أهلي اللي هيجوا يزوروني بكرة. أنا بصراحة بحب أروح هناك جداً، بتبقى فرصة جميلة أسترجع بيها ذكريات طفولتي في قريته. أنا لسوء حظي ما كانش عندي قرية زي أشرف، أنا مولود في المدينة ومعرفش غيرها، ودي حاجة أنا ما كنتش فخور بيها إطلاقاً. كل اللي أعرفهم كان عندهم دايماً قرية ودايماً عندهم حكاوي وذكريات عن أراضي الذرة وجمال غروب الشمس مع كوباية الشاي بالنعناع، وفي كل موسم كانت دايماً بتوصل لهم شنطة مليانة من خير القرية، بط وحمام ولبن وفطير مشلتت، وأنا ما كنتش أعرف حاجة غير المدينة الزحمة اللي بتخنق الواحد. المهم أخيراً وصلنا قرية أشرف بعد رحلة مرهقة في عربيته بتفكرني برحلتنا لأدماوة، نفس الطريق المكسر
اللي أول ما بتنزل من العربية بعد ما بتوصل بتتشاهد. هحاول هنا أنقل للجنة الموقرة شكل القرية وأرسم لكم خريطة توضح مكانها فين بالضبط على قد ما أقدر. القرية تعدادها تقريباً 4000 نسمة، وده تعداد يعتبر قليل نسبياً. من الناحية الاقتصادية تعتبر قرية فقيرة جداً، وعلشان كده تلاقيها كمان فقيرة في التطور البيئي بالنسبة لباقي القرى اللي حواليها. كانت زي ما هو مرسوم في خيالنا عن قرى مصر أيام السبعينات، قرية زراعية بيوتها من طين ومتوسط دخل الفرد متدني جداً. القرية بتطل على مصرف عريض، وزيه زي أي مصرف تاني لا فيه نظافة ولا تحضر، وما تستبعدش خالص إنك تشوف جثة حمار ميت عايمة على وش المية، وطبعاً مفيش مشكلة من شوية ضفادع أو فرن على الجنبين. بس الحق يتقال، المشهد فيه سحر خاص، بالأخص منظر الشجر وهو متشابك مع بعضه ومضلل، ما تبقاش عارف وقتها إحنا نهار ولا ليل. مشهد بيفكرني بنهر الأمازون اللي بنشوفه في السينما. المنطقة دي كانت كأنها جنة أهل القرية وشبابها. الشيوخ يقعدوا يدخنوا المعسل ويرغوا مع بعض، والشباب يسلوا وقتهم بمسابقات صيد السمك أو ألعاب تنافسية زي مثلاً مين يقدر يكسر حزمة القصب بكف إيده، أو مين حيغلب في المصارعة، ولا مين يقدر يشرب إزازة مية على بق واحد. واللي حيعرف منهم يصطاد سمكة حيشوها وهم واقفين على حتة صفيح مع عصرة ليمون وخل، يا سلام. ويرجعوا يترهنوا تاني على مين هيعرف ياكل السمكة بشوكها. أنا عشت كتير في القرية دي، ورغم إني مش إنسان رومانسي خالص، إلا إني مع منظر غروب الشمس حسيت بحاجة ملحة إني أحكي الأشرف عن قصة حب فاشلة من طرف واحد. طبعاً مفيش حاجة من دي حصلت، بس المكان والجو يجبروك إنك تحب وتتعذب. يا سلام بقى لو في نفس اللحظة دي يعدي من جنبك حد معاه جهاز راديو مشغل عليه فيروز، هيضيف بقى على المكان نار الشو اللي ما تتوصفش. مفيش أحلى من الحب من طرف واحد. النوع ده من العذاب بيدي للحياة جو من الرومانسية كده عمر ما حد يحس بيها مع وجود الحب المتبادل الممل اللي بيقولوا عليه ده. آسف بجد للمرة التانية، بنسى نفسي كل شوية ودخلكم في تفاصيل أكتر من اللازم، وبعدين أفتكر إن اللجنة الموقرة أكيد ما عندهاش وقت تسمع ذكريات مراهقتي الغير مهمة دي. إحنا وصلنا لحد فين؟ بمجرد ما وصلنا أنا وأشرف لبيته لقيته بيقول لي ما تأخذنيش علاء، بابا تعبان شوية ويمكن ما يقدرش يستقبلك كويس، بس ما تحطش في دماغك، اتعامل عادي وحاول ما تعلقش على تصرفاته قوي. طيب ما بلاش نزعج الحاج يا أشرف وخليها وقت تاني. والله ما يحصل أبدا يا راجل، اتفضل اتفضل، هو الموضوع مش كبير، انت عارف حكم السن والشيخوخة عاملين عمايلهم معاه، وقع الحال ده من سنة تقريبا. من سنة؟ طب والدكاترة قالوا لكم ايه؟ للأسف هو رافض يروح مصر أو حتى المركز عشان نكشف عليه هناك، بس الدكتور البلد هنا بيقول إن اللي عنده ده من علامات الشيخوخة، وأحيانا بيشك إن عنده تليف كبدي. تعرف دكاترة الأرياف لازم يدخلوا تليف الكبد في أي تشخيص. الله يا أخي عندك حق، هم زيهم زي دكاترة العصور الوسطى، أي تشخيص ينسبوا للهوى الفاسد. ده حتى مرض الملاريا لحد دلوقتي معناه الهوى الفاسد. حمدت ربنا إنه ما طلبش مني أكشف على والده. أنا ما بحبش أجرب خبرتي الطبية على الأهل والمعارف، وبعدين أنا دلوقتي بعيد عن سفاري. هناك كنت عارف إن خبرتي على قدها، ومعتمد إن في جيش من الدكاترة العظماء واقف في ظهري وممكن يلحقوني في أي استشارة أو تصحيح طبي، بس هنا أنا لوحدي. هو ده عيب إنك تشتغل في مركز طبي عملاق، بيخليك معتمد على اللي حواليك وما تعرفش تمارس المهنة بعيد عنهم خالص. أشرف بمجرد ما دخل بيت أهله لهجته اتغيرت تماما، وبقى بينادي والده بأبا ووالدته بأما، مع تغيير في بعض الحروف زي انه يقلب القاف جيم ويعطشها في بعض الكلمات على غير عادة القاهريين، لدرجة اني ما قدرتش امسك نفسي وقلت له يا راجل، مش انت اللي من 10 دقايق برضو كنت لسه بتقول على والدك بابا؟ ايه اللي حصلك؟ ده لو حد من اهل القرية سمعني وانا بقول يا بابا يذبحوني مطرح ما انا واقف. وبسرعة بدأت طقوس الترحيب بيا، ودخلت مطرح مكان والد أشرف قاعد على المصطبة ووالدته واقفة بتحضر الأكل. والده كان راجل فلاح، وعلامات السن حفرة على وشه أسوأ ذكرياتها، وكأنه جنيه مكرمش منسي في جيب بنطلون مغسول. وشه مرسوم عليه مسحة من الكآبة والانهزامية غير مفهومة، وعينيه فيها نظرة غباء ما شفتهاش قبل كده، وكأنه مش معانا خالص. حاولت أتكلم معاه شوية بس حسيت إنه مش مركز معايا،
ولا مهتم باللي بقوله. وفجأة لقيت راسه وقعت على صدره ونام. الحقيقة قلبي وجعني عليه وعلى اللي بتعمله فينا الأيام، لكن والدة أشرف حاولت تحتوي الموقف وقعدت تسألني عن أحوالنا في الغربة وهي واقفة بكامل نشاطها وبتجهز الأكل. وجه معاد الغداء، قعدنا على الحصيرة على الأرض علشان ناكل. الجو العام كان كئيب وما كنتش مرتاح، وبقيت أدعي ربنا نمشي من هنا بسرعة. لاحظت إن والد أشرف ما بياكلش معانا وبيجاهد نفسه علشان يحافظ على عينيه مفتوحة، بس ما بيقدرش. حاولت والدة أشرف تأكله وتحشر له الأكل في بقه حشر، وأول ما كان يحس بالأكل كان يبدأ يمضغ شوية وبعدين يروح في النوم تاني. حالة الراجل أسوأ مما تخيلت، ولولا إني عارف حدودي كنت قلت لهم الراجل ده عايش آخر أيامه وكلها كام ساعة ويودع. فجأة لقيت الراجل قايم بيتطوح، وقف على بعد متر مني وبدون أي إنذار لبى نداء الطبيعة قدامنا كلنا، ورجع قعد جنبنا على الطبلية يكمل أكله عادي جدا. حقك علي يا علاء، ما تأخذنيش، الراجل كبر وبيخرف. طبعا أنا ما قدرتش أتكلم ولا أفتح بقي حتى، لكن الموقف اللي حصل خلاني مش قادر أكمل أكلي، ومحدش يقدر يلومني على كده. حاولت أفضل قاعد شوية جنب بركة البول علشان ما أحرجهمش. المهم شكرت والدة أشرف على تعبها وكرمها وحمدت ربنا وقمت. الصراحة ما حدش علق لأن كلنا في موقف لا نحسد عليه. طلعت غسلت إيدي من الزير المحطوط جنب الباب وقعدت على المصطبة أتأمل منظر البط وهو بيلعب. فضل عملت لك كوباية شاي بالنعناع على مزاجك، وبتأسف لك مرة تانية على اللي حصل. أنا محرج منك والله. مفيش حاجة يا أشرف خالص، ليس على المريض حرج، بس هو حصل منه التصرف ده قبل كده. يوهو كتير، ربنا يسامحني بقى. للأسف بقى عنده حالة من التبلد وعدم الإحساس بالفرق بين اللي يصح واللي ما يصحش. ده بقى ولا بيستحمى ولا بيتوضى، وبينام على روحه في أي مكان وفي أي وقت. لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يشفيه، هو سن الشيخوخة كده أنت فاهم. أنا بس اللي هيجنني إنه مش كبير للدرجة دي. يعني مثلا تديله كام سنة؟ يعني تقريبا 60 سنة. أهو تفضل، تصور إنه ما عندوش غير 48 سنة بس. 48؟ ده من الجيل اللي كانوا بيعتبروا الشاب مش طبيعي لو ما اتجوزش قبل سن 20. مش معقول، الراجل شكله أكبر من كده بكتير، وأعراض الشيخوخة عمرها ما جات لحد في السن ده. أشرف، معنى كده إن أبوك عنده حاجة أكبر من اللي إحنا متخيلينها. جميل قوي الكلام ده، تفتكر بقى عنده إيه؟ ما عرفش بالظبط، كل دكتور هيشخص حالته على حسب تخصصه. يعني أخصائي السموم هيشوف إنه مصاب بتسمم الرصاص المزمن مثلا، اختصاصي أمراض الكبد هيشوف إن عنده خلل في وظائف الكبد، واختصاصي الأمراض العصبية هيقولك دي حالة فريدة من مرض ألزهايمر، وأخصائي الغدد الصماء هيتكلم عن داء النركوبالسي أو نقص هرمون الغدة الدرقية. طب ودكتور المناطق الحارة اللي زيك رأيه إيه في الحالة دي؟ لا يا عم، الحمد لله إن مصر ما دخلتش المجال ده. أنا قصدي اللي عايز أقوله لك إن حالة والدك عليها علامات استفهام كتير، ومش هنعرف لها إجابات إلا لما يروح المستشفى ويعمل تحاليل وأشعة على المخ. ما هو المشكلة إنه رافض يروح يكشف. فهو مش بمزاجه يا أشرف، أديك شايف ده بقى شخص غير مسؤول لا عن تصرفاته ولا عن قراراته، وأنا من رأيي إنه لازم يدخل المستشفى النهاردة قبل بكرة. عندك حق والله، بس خلينا دلوقتي نرحب بيك ونقدم لك واجب الضيافة. عارف، بفكر أخدك في المكان اللي متعود تروحه كل ما تجيلي زيارة، ونقضي وقت لطيف لحد بالليل، وبعد كده يحلها ألف حلال يا سيدي. طيب اللي تشوفه يا سيدي، يلا بينا. عارف يا علاء الغريب في حالة أبويا دي إيه؟ إنه تقريبا طول الليل ما بينامش كويس، ويفضل نايم طول النهار زي ما شفته كده. دي حالة من حالات اضطراب النوم، وللأسف في أمراض كتير بتكون دي من علاماتها المميزة. مش عارف أنا إيه اللي ما دخلنيش كلية الطب بس يا أخي، كان زماني فهمت المصطلحات اللي عمال تقولها لي من الصبح. عشان أنت محظوظ وذكي، عرفت تحسبها صح مش أكتر. طب إيه يا راجل بس بلا هم؟ حاولنا نغير الموضوع ونستمتع باللي باقي من اليوم. وقفنا نصطاد شوية سمك منحوس كان ليهم نصيب يتاكلوا النهاردة، وشويناهم بالطريقة المعتادة، وتقريبا أنا اللي أكلتهم لوحدي لأني كنت حموت من الجوع. وبعد كده عمل لنا أشرف كوبايتين شاي نحبس بيهم بعد الأكل. بس خلال الوقت اللي قضيناه هناك لاحظت حاجة غريبة قوي، شفت 2 رجالة كانوا قاعدين تحت شجرة قريبة منا وغرقانين في سابع نومة، والأغرب إنهم ما تحركوش مرة واحدة
طول الساعتين اللي قضيناهم هنا أنا وأشرف. يلا المشوي معايا الدورة الصابح حمام زغلي لا دورة أيوة اللي جاي المشوي. ادي حمزة انت قالي خد هنا هار يا تشاهد شوي اديني كوزين دورة نايين يا ابني. هلا قول لي يا ولد ومين اللي نايمين هناك دول تحت السجرة؟ دولا ده ابويا والحاج عبد الحليم بعود. انت متاكد يا ولد انهم عايشين؟ ده ده يلا متوكل دولا زي الفل يا استاذ اشرف تلاقيهم بس مريحين شويه كده اصلا بالحاج غاوي نوم اليومين ده هم. على الاقل مش ابوك لوحده اللي غاوي نوم هنا على رايك ومن الواضح ان فيه غيرهم كتير شكلها لعنه الخمول حلت على القريه كلها لكن مفيش حد وصل لحاله ابويا. طبعا الجو العام ما يبسطش خالص المره دي وحسينا اننا بنضيع وقت وبنمارس نوع من انواع الروتين المعتاد مش اكتر لحد ما الليل جه علشان ننفذ اتفاقنا اننا ننقل الراجل على اقرب مستشفى. رجعنا على البيت وشلنا الراجل شيل وحطناها في عربيه اشرف. الراجل ما اعترضش ولا قال كلمه واحده وقعد يتفرج على الطريق وتقريبا ما كانش عارف احنا رايحين بيها على فين اصلا لحد ما نام وهو قاعد. انا بصراحه مبسوط ان انت وافقتني على طول ان احنا ما نروحش مستشفى المركز برضو يعني مهما كان المستشفيات هنا متقدمه شويه وفيها امكانيات اكتر ان شاء الله خير بس المستشفيات هنا غاليه قوي ومش هبقى حمل مصاريفها. يا اخي ما تشيلش هم المصاريف بس انا هتكفل بكل حاجه وما تخافش يا سيدي هبقى اخدهم منك لما ربنا يسهل بعد سنه بقى بعد 10 مش مهم خالص دلوقتي يا اشرف. مش عارف اودي جمايلك فين يا علاء والله. اشرف كان قلقان بجد وما كانش مصدق ان الموضوع خطير فعلا كان فاكرها مجرد اعراض شيخوخه مش اكتر والمفروض يعني انه يتحملها لحد ما يلاقوا لها علاج او يطلع السر الالهي ويرتاح من تعبه لحد ما انا جيت ولخبطت له كل حساباته وحطيته قدام الامر الواقع. ووصلنا المستشفى ودفعنا مبلغ تامين محترم طلبت منهم اللي يكشف عليه يكون استاذ في الامراض العصبيه ويعملوا له التحاليل اللازمه وبالفعل وصل الاستشاري وكشف على الراجل وطلب أشعة مقطعية على المخ وفحص سائل النخاع الشوكي ده غير تحاليل تانية كتير. كان واضح على الدكتور إنه مستعجل وتليفونه ما بيبطلش رن ما هو الدكاترة الناجحين عموماً كده بيبقى وقتهم ضيق لكن أنا ما سبتوش جريت وراها على الأسانسير علشان أطمن على والد أشرف. يا دكتور دكتور معلش بعد إذنك لحظة تفتكر إن الحالة اللي عنده دي تكون ألزايمر؟ هنعرف كل حاجة لما تطلع نتيجة التحليل. تفتكر طيب ممكن يكون خلل في الغده الدرقيه ولا مش هنقدر نحدد الا بعد التحليل؟ طمني يا دكتور معلش في امل انه يخف. قلت لك بعد التحليل. واتقفل باب الاسانسير في وشي من غير ما اخد منه اي رد يطمني. من الواضح ان الدكتور عبقري فعلا وعارف شغله كويس. ورجعت على الاستراحه اشرب كوبايه قهوه. مفيش بعد نص ساعه نقلوا المريض على غرفه الجراحه علشان ياخدوا منه عينه سائل النخاع الشوكي وبعد كده نقلوه على جهاز الاشعه المقطعيه. ها قالوا لك ايه علاء؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بيقولوا مش عارفين عنده ايه وهيستنوا نتيجه التحاليل. يا سلام لما هم مش عارفين امال مين اللي هيعرف؟ هي دي تقاليد المهنه مفيش اي مجال للتكهنات. بس استنى استنى انا هروح احاول اعرف اي حاجه من قسم الاشعه مش لازم نستنى لحد ما الاستشاري يكتب تقريره. مساء الخير معاك الدكتور علاء عبد العظيم. مساء النور يا فندم. لو سمحت ممكن تطمني على حالة المريض الأخير اللي لسه عامل أشعة من شوية؟ اتفضل. أنا بعت الإشعة للاستشاري و الإشعة موضحة ورم على المخ بسبب التهاب مخي عام. وبعد ساعتين جالنا خبر وفاة والد أشرف بعد ما دخل فيه غيبوبة عميقة. علاء عبد العظيم 1998. أنا الدكتورة هيلين ماكانلي اسكتلندية 37 سنة أستاذة علم طفيليات المناطق الحارة. اللجنة الموقرة طلبت مني أقدم شهادتي في أحداث حصلت من سنتين والحقيقة أنا بعتبر نفسي مجرد شاهد في القضية مش طرف فيها. الحقيقة أنا مش خبيرة في علم الحشرات قوي ممكن أكون على دراية بنوع أو نوعين بالكتير وبالأخص بالحشرات اللي بتنقل أمراض المناطق الحارة
وتخصصي الأساسي الطفيليات بأنواعها، سواء وحيدة أو متعددة الخلية. أما بالنسبة لعلاقتي بدكتور علاء عبد العظيم، الطبيب المصري المقيم هنا في الوحدة، ما تزيدش عن علاقة سطحية جداً، لا تتعدى التحية الصباحية، وأحياناً بياخد رأيي في بعض الأمور وبجاوبه على قد علمي. هو شاب محترم ونشيط، بس طباعه حادة شوية وشكله من النوع اللي ممكن يدخل في مشاكل بسهولة. أنا عارفة إن اللجنة الموقرة ما تهمهاش انطباعاتي عن الأشخاص ومحتاجة وقائع ملموسة، بس ما بحبش أقول حاجة غلط على حد ما شفتش منه غير كل احترام وأدب. أما بالنسبة للدكتور إبراهام ليفي، الطبيب الإسرائيلي المختص في فحص العيون هنا في الوحدة، فعلاقتي بيه ما تزيدش عن علاقتي بدكتور علاء. هو شاب عادي بس زيه زي أي إسرائيلي، ما بيبطلش كلام عن محرقة النازيين وعن ذنب أوروبا لسابة اليهود يتحرقوا وما قدمت لهمش غير تعويض مادي، وإن دي أرخص مساعدة وتعويض في العالم كله من وجهة نظره. أنا ما عنديش مشكلة تجاه الإسرائيليين، بس دايماً بحس إنهم بيضغطوا على أعصاب الغرب أكتر من اللازم، وكأننا إحنا اللي عذبنا أجدادهم. وعلى العموم، مين قال إن إسرائيل هي الممثل الرسمي ليهود العالم؟ وأعتقد هي دي نقطة الخلاف الوحيدة بيني وبين ليفي، غير كده ما عنديش ملاحظات عليه. هو بيتعامل معايا باحترام وما عنديش حاجة أقولها ضده. فاكرة وقتها كنت لسه راجعة من إدنبرا بقالي كام يوم، وقررت أعمل شوية تجارب على انتقال الصفات الوراثية لذبابة بلوسينا بلبلس اللي بتنقل طفيل التريبانوسوما هنا. انتقال الطفيل عبر أحشاء الذبابة موضوع جديد بالدراسة، لكن بالتأكيد ما يناسبش كل الأذواق، بس بيفكرني بديفيد بروس العظيم، وكنت دايماً بحلم أعيش في عالمه الخاص. مرض النوم مش منتشر في الكاميرون، هو صحيح في حالات كتير بس ما تعتبرش ظاهرة قومية زي اللي بنشوفها في الكونغو أو جنوب الصحراء أو شمال زامبيا. وبالفعل احتفظت بعدة أجيال من ذبابة البلوسينا في أقفاص خاصة ما تسمحش بهروبها، والأجيال دي اتربت على مرضى النوم، وقدر الجيل الأول ينقل العدوى للجيل الثاني والثالث كمان. كانت ظاهرة فريدة من نوعها، وأعتقد أني المحظوظة اللي هتعلن عن الاكتشاف الفريد ده. وفي يوم من شهر يونيو سنة 96 جالي إبراهام ليفي في معملي. أنا صحيح مش فاكرة هو كان عايزني في إيه وقتها، بس كان الموضوع متعلق بدودة صغيرة طلعها من عين ست عجوزة، وكان عايزني أديله شوية معلومات عنها، وإذا كانت المريضة محتاجة تاخد جرعات من الهيترازان ولا لأ. هي عملية سهلة على طبيب العيون إنه يستخرج دودة اللوالوا من عين المريض، لكنها لحظة رهيبة بالنسبة للمريض. قلت له رأيي في الموضوع اللي كان عايزني فيه، وعزمته على فنجان قهوة بعمله بنفسي غير القهوة المقرفة اللي بيقدموها لنا هنا في سفاري. الراجل قبل دعوتي وقعد يتأمل عيناتي المحفوظة في الفورمالديهايد، ووقف قدام قفص الذبابية وقال لي: الدبان ده شكله مختلف عن اللي احنا تعودنا عليه، الواحد شكله نسي كل حاجة عن علم الطفيليات. ده اسمه العلمي جلوسينا بلبلس، والشهيرة باسم ذبابة التسيتسي. اها، دي اللي بتسبب مرض النوم، يا ما نفسي في قرصة منها. ما انصحكش خالص، دي اللي اتقرص منها من 150 سنة نايم لحد النهاردة. اوه، شكلها ما يبانش عليها خالص انها بالخطورة دي. مش لازم تكون عندها انياب وعينيها حمراء عشان تبان انها خطيره، ده حتى فراشه صمت الحملان اللي مرسوم على ظهرها شكل جمجمه مش بشوفها خطر خالص. طب ممكن تحكي لي اكتر عن الدبانه دي؟ ده لو مش هيعطلك يعني. بالعكس، انا بحترم قوي اللي عندهم فضول علمي زيك كده. الكلام عن مرض النوم ما بيخلصش، ولما تيجي سيرته يبقى لازم نذكر ذبابه التسيتسي والنجانة وطفيل تريبانوسوما، وطبعا العظيم ديفيد بروس. ويعتبر مرض النوم كابوس من ضمن الكوابيس اللي اختارت أفريقيا عشان تعيش فيها، زي ما سيطر عمل أنهار على مساحات شاسعة من بلادهم، والبلهارسيا أعلنت هيمنتها على وادي النيل، ده غير مناطق تانية كتير دمرتها الملاريا والكالا أزار. في البداية الأفارقة ما كانوش يعرفوا حاجة عن مرض النوم ولا عمرهم سمعوا عنه. كان الشخص التعس اللي يقرب من أي نهر في الكونغو أو جامبيا أو أوغندا بتجيله أعراض صداع وحمى
وتورم الغدد الليمفاوية في رقبته بعدها بكم يوم، ومن هنا تبدأ نهايته. نهاية بطيئة ومؤلمة بتستمر معاه سنتين لحد ما تكتمل الصورة الكابوسية واللي بتظهر على وش المريض بأعراض اكتئاب وحزن ولا مبالاة غير مبررين، ده غير تدهور ملحوظ في سلوكه الاجتماعي، ويبقى المريض عصبي وسخيف، ولو ما كانوش الدكاترة اكتشفوا مرض النوم كان زمان المريض بيقضي آخر أيامه في مستشفى المجانين. لكن معاناة المريض ما انتهتش لحد كده وبس، بيبدأ جهازه العصبي كمان في الانهيار وتجيله رجفة، ويبقى عايز ينام في أي وقت وفي أي مكان. يعتبر النوم وقت الأكل من العلامات القوية لتشخيص المرض، وفي حالات ممكن يموتوا من الجوع لو ما لقوش الاهتمام الكافي من أهليهم وإجبارهم على الأكل. وبعد كده يدخل المريض في مرحلة الغيبوبة واللي ما يفوقش منها أبداً لحد ما يموت. مرض النوم انتشر في أفريقيا كالنار في الهشيم، وخلى مساحات هائلة من الأراضي الزراعية من غير بشر لحد ما جاء ديفيد بروس. بروس كان جراح الجيش البريطاني العصبي المتمرد الرافض للالتزام بالنظام، واللي عمره ما عمل فرق ما بينه وبين رجال القبائل، وده اللي كان بيستفز رؤسائه من ذوي العقلية الاستعمارية. بروس ما كانش مهتم بالحرب، وكل اللي كان بيهمه مطاردة الميكروبات في أحرش أفريقيا. بروس أجرى تجاربه على الخيول وأخد عينات دم كتير من الخيول المريضة علشان يفحصها مجهرياً مع مراته وعالمة الأحياء الدقيقة، وأخيراً قدر يشوف الطفيل بيسبح بشراسة بين كرات الدم الحمراء بواسطة غشاء رقيق، وكانت حركته مختلفة عن باقي البكتيريا المعروفة وقتها. وفي عينات الحيوانات المحتضرة كان دمهم عبارة عن تريبانوسوما فيها شوية كرات دم حمراء، ودي الحاجة اللي خلت بروس ما يستسلمش وبدأ رحلة بحثه في كيفية انتقال الطفيل من حيوان لآخر. كانوا أهل الزولو وقتها بيتكلموا عن ذبابة اسمها تسيتسي، وهو قرر يصدقهم وشرح الذبابة، وبالفعل لقى الطفيل موجود جواها. ذبابة التسيتسي هي اللي بتنقل مرض النجانة، لازم تتخلصوا من الذبابة علشان تنجوا من الوباء. وقد كان، ولما ظهر الوباء في أوغندا وزادت حالات مرض النوم هناك، رجالة الجيش ملقوش قدامهم غير بروس يستعينوا بيه عشان يعرف سبب المرض. المسؤول الوحيد عن نقل الوباء في البلاد هي ذبابة التسيتسي، لازم نبعد الأهالي عن مناطق الأنهار ونمنع الصيد ونقطع الشجر على مسافة 20 متر على جوانب الأنهار، ساعتها الذبابة مش هتلاقي البيئة الملائمة علشان تتكاثر. وبعد سنة لما يموت كل المصابين بالمرض هنحصر الوباء وما تلاقيش الذبابة حاجة تنقلها، وقتها بس نقدر نقول إن مرض النوم انتهى، ويقدروا الأهالي وقتها يرجعوا للأنهار مرة تانية ويمارسوا حياتهم الطبيعية. وفعلا بدأوا في تنفيذ خطتهم، وبعد سنتين قدروا ينتصروا على الوباء اللعين. بس فجأة بدأت تقارير تجيلهم عن ظهور الوباء من جديد، وبروس ما بقاش فاهم سبب اللي بيحصل ده إيه. المرض قدر يطور من نفسه وضرب أوغندا بشراسة من جديد، لكن بروس ما يأسش وفضل يجري تجاربه ويقاوم المرض لحد ما توصل لقصة الوباء كاملة. المرض يبدأ بإنسان مريض حامل لأعراض المرض، تقرصه ذبابة وتنقل المرض معاها الإنسان تاني سليم وتعديه. ومش بس كده، الحيوانات كمان معرضة لقرص الذباب وانتقال المرض لهم، ونفضل نلف في دايرة مغلقة مش عارفين نطلع منها. هي صحيح سياسة بروس في مكافحة المرض فعالة، لكن محتاجة زي ما احنا شايفين لإبادة الذباب ويمكن الحيوانات كمان. فعلا كان ديفيد بروس راجل من الطراز النادر. وادي يا دكتور تاريخ مرض النوم كله، والحمد لله انك ما نمتش مني. لا انام ايه، هو انا اكيد كنت عارف عن المرض الشنيع ده شوية معلومات، بس ما كنتش متخيل حجم المشكلة الا دلوقتي. بالمناسبة صحيح، انت قلتي ان في نوعين من ذبابة جلوسينا، يا ترى النوعين بيقدروا يعيشوا جنب الانهار في الاماكن المظللة بالشجر؟ لا مش كل الانواع، في النوع الروديسي وبنسميه جلوسينا مورسيتانز، بيعيش في السافانا وفي اماكن تانية بعيدة عن بعضها، وده اللي بيخليه ما يبقاش مصدر للاوبئة. طب وحملات منظمة الصحة العالمية جايبة نتيجة ولا ايه؟ الحملات تعتبر ناجحة لحد كبير، لان المرض تقريبا انتهى في غانا ونيجيريا وزائر، لكن مشكلة أفريقيا في الإنقلابات والحروب المستمرة، ده لوحده قادر يدمر أي برنامج صحي محكم، وفي كل مرة بنحتاج مكافح المرض من الأول. وانتي دورك إيه في كل ده؟
لحد دلوقتي ماليش دور محدد، لكن بحاول أبقى شخص فعال وأكتشف الجين اللي بيخلق إنزيم المقاومة ضد المبيدات. لحظة واحدة، أنت تقصدي إن سلالة الذباب اللي معاكي دلوقتي ما بيتأثرش بالمبيد؟ تقريبا، أو على الأقل ما بيتأثروش بالسموم العضوية الفسفورية. وهم دلوقتي حاملين لمرض النوم؟ طبعا. ده على كده الأقفاص دي تعتبر كارثة بيولوجية حقيقية. مش وهي معايا ومتحكمة في كل تفاصيلها بدقة. وانتي ناوية تخلصي من الكابوس ده امتى؟ لحد ما ننتهي من البحث ولاقي اللي بدور عليه أو أي أسوأ شيله من دماغي. تمام، أستأذن أنا بقى وشكرا جدا على وقتك. بس خلي بالك، خلي بالك الأقفاص دي قنبلة ومستنية اللي يفجرها. أولا أنا فعلا ما كنتش خايفة ولا منتظرة تحذيره، لأني عارفة أنا بعمل إيه كويس. ثانيا ما أعتقدش أني بالبراعة دي وأني فعلا قدرت أخلق سلالة جديدة، أكيد بتتأثر بالمبيدات لكن مش بسهولة طبعا. وهو ده اللي حصل، وأعتقد أن مفيش حاجة مفيدة اللجنة تقدر تستخلصها من كلامي. أنا يمكن كنت متسرعة وكان المفروض أبلغ بروفيسور بارتلي بنوعية التجارب اللي بقوم بيها، بس أنا كنت مطمنة جدا، كنت حاسة كأني بزرع ورد في أوضتي. ما هو مش معقول هاخد إذن المدير عشان شوية ورد. وطبعا اللجنة الموقرة عارفة بالسطو اللي حصل على المعمل بعدها بثلاث أيام، لكن ما عنديش مشكلة أحيي اللي حصل من جديد. كان في يوم الصبح تحديدا في شهر يوليو سنة 96، رحت أفتح باب المعمل كالعادة، لقيته مفتوح فعلا، ودي كانت حاجة غريبة عمرها ما حصلت، لأن ما حدش معاه مفاتيح المعمل غيري. بس مين عارف، يمكن أكون نسيت أقفله امبارح بالليل. بس لما دخلت المعمل فهمت كل حاجة، الورق كان في كل حتة والأقفاص متكسرة ومقلوبة، واختفى جهاز تحاليل صغير، هو كان غالي فعلا بس مش الحاجة المغرية في الاقتحام، واختفى كمان جهاز تسجيل صغير وميكروسكوب، ولقيت قفص ذباب تلسيت سي مخروم خرم قد قبضة الإيد. وهو ده كان أخطر حاجة في الموضوع، لأن القفص كان فاضي تماما، وبدأت أسمع صوت الدبان حواليا في كل حتة. رفعت بسرعة يقت البلطو عشان أداري رقبتي، وحطيت إيدي في الجيب عشان أخبيهم، ورحت أتأكد من إن الشبابيك مقفولة وإنهم جوه المعمل ومطلعوش منه، وبدأت أدور عليهم عشان أقتلهم. هما طبعا مش هيموتوا بسهولة، لأن السلالة دي ما بتموتش بالمبيدات العادية، ومحتاجة نوعين أو ثلاثة من المبيدات تترش في وقت واحد عشان تجيب نتيجة. قعدت أدور في المعمل كله لحد ما لقيت علبتين مبيد، مسكت كل علبة في إيد وكتمت نفسي وبديت أرش في المعمل كله. للأسف كان عندي عينات حشرية نادرة، بس كان كل تفكيري أني أطهر المعمل، وقبلت فكرة الخسائر اللي مفيش مفر منها. وأخيرا قدرت أسيطر على الوضع، وتأكدت لما شفت كميات مهولة من ذبابة الجلوسينا مرمية في الأرض. فتحت الشبابيك وبدأت أنظف الفوضى اللي حصلت في المعمل. كنت مترددة في قرار تبليغ الإدارة، وقررت أني ما بلغش. مفيش حاجة ذات أهمية اختفت، ومحبتش أحكي عن سلالة الجلوسينا اللي بتقاوم المبيدات واللي كانت على وشك الخروج من المعمل. أكيد كانوا حيوجهولي تهمة الإهمال البحثي، وطبعاً حتسألوني إزاي الباب اتفتح بدون علامات اقتحام عليه. الإجابة سهلة جداً، لأن كل مفاتيح سفاري بتفتح كل أبواب سفاري، ويمكن لو حطيت صباعك في أي باب هتعرف تفتحه بسهولة. بس مين له مصلحة في كده؟ ده بقى هو السؤال المهم، بس إجابته مش بالسهولة دي. هو أكيد اللي عملها حرامي بيشتغل في سفاري ومعاه مفاتيحها، بس لو حاول يبيع الحاجات اللي سرقها هيقابل صعوبة شديدة، لأنه مش هيلاقي حد هنا يعرف قيمتها. وبكده أنا خلصت كل اللي أعرفه عن موضوع التحقيق، وحسيب الحكم للجنة الموقرة. هيلين ماكنلي، 1998. أنا الدكتور إبراهام ليفي، إسرائيلي، 35 سنة، اختصاصي أمراض عيون. طلبت مني اللجنة الموقرة أني أكتب تقرير بخطي عن دوري في القضية دي، والحقيقة أنا مندهش، كأنكم بتطلبوا مني تفسير انفجار مكوك الفضاء تشالنجر أو سبب حريق روما. أيوة يا سادة،
أنا ماليش علاقة بانفجار تشالنجر ولا حريق روما، وبالمثل ماليش أي علاقة بالقضية دي. أنا عارف كويس إن في بعض الأشخاص عديم المسؤولية بيحاولوا يورطوني في القضية بأنهم يجيبوا سيرتي بشكل متكرر في التحقيقات. أنا مش هذكر أسامي، بس أنا متأكد من واحد بالذات عنده كل الأسباب اللي تخليه يعمل كده. هو صحيح مفيش بينا عداوة شخصية، بس هو بيكرهني لأسباب عامة تتعلق بجنسيتي وديانتي، وكل أفراد وحدة سفاري عارفين بكده. ورغم تحضر العالم والبشر، إلا إن لسه فيهم لحد دلوقتي أشخاص بيعادوا السامية، وتاريخ أهلي في الحرب العالمية الأخيرة بيثبت كلامي. كانت أوروبا وأمريكا في قمة التحضر، لكن ما قدروش يمنعوا أدولف هتلر من إنه يرمي ويموت ملايين من أهلي جوا الأفران وغرف الغاز. ولحد دلوقتي في اللي نفسهم يرموا كل يهودي في البحر ويحاربونا بدون رحمة، وعندهم استعداد يكرهونا 50 سنة لقدام من غير ما يزهقوا. أنا ما بحاولش ألمح للجنة الموقرة بحاجة، لا لا، لكن ما انصحش إنكم تاخدوا بشهادة العربي اللي بيتهم إسرائيلي طول الوقت. والشخص المقصود هو عضو وحدة سفاري، اتهمني قبل كده بأبشع الاتهامات الممكنة من ساعة ما انضم للوحدة، وللأسف كل الاتهامات ما كانش ليها مبرر مقنع. هو مش قادر يترفع لمستوى العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. النهاردة ما بقاش في فرق بين الأجناس والديانات. أنا هنا ما بمثلش بلدي ولا راجل مخابرات، أنا مجرد طبيب عيون بيدور على الحقيقة المقدسة زي ما عملوا أجدادي العظام ميتشينكوف وإيرلخ. أعتقد دلوقتي اللجنة الموقرة لازم تفكر ضمن الخيارات المطروحة قدامها إنها تنهي التعامل مع الأشخاص دول، لأنهم لم ولن يكفوا عن كراهية اليهود. واللجنة لو بحثت في ملفات الأشخاص دول هتلاقيها حافلة بكل ما هو مشين. وجود أشخاص بعقلية محدودة في تنظيم دولي محترم زي سفاري يعتبر أكبر خطأ، بس نقدر نصلحه بجرة قلم. أما بقى بالنسبة للمشكلة اللي طلبت شهادتي فيها، فأنا معرفش عنها حاجة ولا حتى أنا خبير طفيليات، بس الوحدة هنا قادرة على حل أي مشكلة، وكمان بلدي عندها الاستعداد التام للمساعدة بما فيها من خبراء في كل المجالات، وده طبعا بس في حالة حد طلبهم للمساعدة والتدخل. وهو ده كل اللي عندي يا حضرات، وبشكركم على الوقت اللي ضيعتوه في قراءة تقريري، وأتمنى تكون الحقيقة هي الحاجة الوحيدة المهمة بالنسبة لكم من غير مجاملة جنسية على حساب جنسية تانية. إبراهام ليفي، 1998. أنا دكتور جوزيف دافنبورت، أمريكي، 46 سنة، خبير علم الأوبئة. طلبت مني لجنة التحقيق إني أقول شهادتي عن أحداث معينة حصلت سنة 96، ودي فترة بعيدة نسبياً، وبالأخص إني ما بكتبش مذكراتي بدقة، بس هحاول أفتكر على قد ما أقدر. في صيف 96 كنت خبير الأوبئة في وحدة سفاري 4 الموجودة في الكاميرون. كنت شغال تحت إدارة البروفيسور مايرز، خبير الطب الوقائي المشهور. كنت عايش هناك أنا ومراتي وابني اللي عنده 7 سنين، وأعتقد إن سفاري حققت لي الدخل اللي كنت بحلم بيه. بس كنت دايماً منتظر اللحظة اللي هرجع فيها المدينة عشان أستمتع بالدخل اللي بكسبه، لأن أفريقيا بالنسبة لي مجرد وسيلة مش غاية. أنا عارف إن الكلام ده المفروض ما يتقالش، لكن مش كلنا هنعرف نبقى زي ألبرت شفايتزر اللي كانت أفريقيا بالنسبة له غايته النهائية. هو صحيح إن في الكاميرون مش الكونغو والشعب نوعا ما متحضر وعنده وعي بالصحة العامة، لكني مش طايق الحر ولا القذارة والهوى اللي مليان أوبئة. نفسي أرجع تاني لشوارع نيويورك، ملاهي برودواي، وريحة الليل الأمريكي. في الوقت ده طلب مني البروفيسور مايرز إني أروح على مصر عشان حمى الوادي المتصدع، وزي ما حضراتكم عارفين إنها حمى نزفية خطيرة جداً. ظهرت في مصر مرتين، مرة في 70s ومرة تانية في أول 90s، وبعد كده انتهت تماماً. بس البروفيسور مايرز
كان عايز يدرس الظروف البيئية في قرية مصرية اللي ممكن تكون سبب في ظهور الوباء من جديد. بس يا فندم أنا كنت رايح على أمريكا. مفيش مشكلة، آخرها أسبوعين كمان يا دكتور، أسبوعين بس. لكن إحنا ما رسلناش النمرو وعرفناهم بزيارتنا، ولا حتى نسقنا مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية. وإحنا من إمتى بنعمل كده يا دكتور؟ أنت هتكون مستقل تماما زي ما عمل كوخ لما راح على مصر من سنين عشان يدرس الكوليرا. امسك دي خطة الدراسة اللي هتمشي عليها. هتصور صور، هترسم خريطة توضيحية بالأماكن اللي كان فيها بؤر المرض وتدور على البعوض. هو ده بس المطلوب منك. شفت؟ موضوع سهل مفهوش حاجة. وأنا ما كنتش متفق معاه نهائيا، ولا شايف إن الموضوع سهل بالمرة. تخيل نفسك إنك فلاح في قرية مصرية ولقيت فجأة واحد أجنبي ما تعرفوش عمال يرسم خرايط ويصور في بلدك، فأنت لو ما اعتبرتهوش مجنون فأكيد هتشك إنه جاسوس. وعلى العموم أنت مش هتكون لوحدك، هيبقى معاك دكتور مصري هناك من هنا في سفاري، دكتور علاء عبد العظيم. أنت تعرفه؟ علاء عبد العظيم مفيش علاقة مباشرة بيني وبينه، كل اللي أعرفه عنه إنه بتاع مشاكل، بس المدير بارتليه بيحبه. كان بيقوم بدور مهم في أزمات كتير، آخرها مشكلة الجنون اللي صاب الحيوانات كلها سنة 96. ما كنتش أعرف عنه أي حاجة غير عداءه الشديد وكرهه للإسرائيلي إبراهام ليفي، وده أمر طبيعي لأي مواطن عربي. لكن أحب أقول إن ليفي صاحبي وشخص عزيز علي. في مرة النقاش بيني وبين علاء احتد شوية، كنا قاعدين في كافيتيريا سفاري واتهمته بمعاداته للسامية والعنصرية، على الرغم اني مش يهودي وما عنديش مبرر اني ادافع عنهم. هو انا كل ما اتكلم مع حد غربي يتهمني التهمة دي؟ انا بصراحة زهقت من كتر ما بحاول انفي التهمة دي عن نفسي. انا ما بكرهش اليهود، انا مشكلتي مع الصهيونية مش الدين اليهودي. ما الصهاينة هم اللي ليل نهار بيعلنوا كرههم للعرب ونازلين قتل فيهم من غير ما حد من الغرب يتهمهم بالعنصرية مثلا. عندك أينشتاين، عندك شارلي شابلن، ميتشنكوف، ما دول يهود وليهم مني يا أخي كل الاحترام والتقدير. الصهاينة بقى ده موضوع تاني، دول مجرد عصابة مش بتبطل تبتز الغرب بموضوع الهولوكوست اللي ما يعرفش حقيقته إلا ربنا. أنا أول ما لقيت وصل للنقطة دي عرفت إننا كده وصلنا لحيطة سد، فمرضتش أكمل النقاش، وعرفت إننا عمرنا ما هنكون أصدقاء. ولما عرفت إننا المفروض نشتغل مع بعض في مصر لمدة أسبوعين ما كنتش سعيد قوي، بس عادي، مش دي أسوأ حاجة الواحد ممكن يقابلها في شغلنا. من ساعة ما وصلنا مصر وأنا حاسس إن ضيف تقيل عليه، وطبعا الشعور متبادل، لكن بارتليه كان مأكد عليه إنه يتعاون معايا ويسهل لي المهمة البحثية بتاعتي. في القاهرة أنا طلعت على الفندق بتاعي، أما هو روح مع عيلته اللي كانوا مستنينه في المطار. شكلهم ناس بسطة بس متعلمين. شوارع القاهرة فاجئتني، صورة الواحة والجمال والبيوت القديمة اللي صدرتها لنا السينما الأمريكية ما طلعتش حقيقية. القاهرة طلعت مدينة عصرية حديثة عادية جداً. بعد يوم من وصولنا اتصل بيا في الفندق عشان يسألني على مواصفات القرية اللي عايز أبدأ بيها، فقال لي إن عنده واحد صاحبه عايش في قرية بنفس المواصفات اللي محتاجها بالظبط. كنت بشتغل من غير أي إمكانيات تقريبا، زي كوخ لما كان بيركب أجهزته في عيادته بنفسه، وده طبعا موقفنيش لأني عارف إني هقدر أنفذ المهمة زي ما مايرز عايزها بالظبط. تاني يوم الصبح بدري حضرنا حاجاتنا وتحركنا للقرية. طبعا مش محتاجين احكي لكم عن التجربة الفظيعة اللي مرينا بيها في الطرق المكسرة وانواع المواصلات الغريبة اللي اضطرينا نركبها لحد ما وصلنا لهناك. القرية زي ما فهمت كانت من القرى الفقيرة واللي قدرت تحتفظ بروحها البسيطة، واللي يمكن ترجع لأيام الفراعنة، نفس طرق الري والبيوت الطينية. بالرغم من إن القرية
بتطل على مصرف وفي ناموس كتير، لكن الغريب إن مفيش حالات ملاريا منتشرة في مصر في التسعينات على حد علمي. كان في استقبالنا صديق علاء، ومن الواضح إنهم أصدقاء طفولة. كان بيعملني بمنطق صاحب صاحبي يبقى هو كمان صاحبي، بس ما كانش بيعرف إنجليزي كويس، فكان علاء هو همزة الوصل ما بيننا. بدأت أسأل صديق علاء عن نشاط السكان في القرية وعددهم ووضعهم الصحي. طبعاً إجاباته كانت تقديرية، وأنا ما كنتش طالب أكتر من كده. بعد كده زرنا عمدة القرية في بيته، وكان الراجل مش متحمس لفكرة إنه يساعدنا من غير ما يبقى معانا أوراق رسمية، بس علاء قعد يتكلم معاه كتير لحد ما قدر يقنعه. وفعلاً من بعدها العمدة سهل لنا مأموريتنا وبعت معانا واحد من الغفر بتوعه زي ما بيسموهم، وبقينا بنتحرك بحرية أكتر، وقدرت أخد صور من جوه البيوت وشوية عينات دم من أهل القرية، وأخدت مجموعة مختلفة من البعوض الموجود في القرية. حضراتكم تقدروا تطلعوا على التقرير المرفق بشهادتي دي، وهتلاقوا فيها ملخص عن كل حاجة أنا ذكرتها. بعد كده طلبت إني أروح أشوف منطقة المصرف، لأنها منطقة محوطاها الأشجار من كل ناحية ومفيش ضوء شمس بيوصل لها، مع حرارة الجو والرطوبة العالية بيخلي مكان زي ده بيئة مناسبة لانتشار البعوض، ويعتبر بؤرة من بؤر انتشار المرض. ومن الواضح إن أهل القرية كانوا بيعتبروا المنطقة دي النادي بتاعهم، الشباب واقفين يصطادوا السمك والأولاد بيلعبوا، ده حتى علاء وصاحبه قعدوا على الأرض يريحوا ويشربوا الشاي. وأنا شفت شغلي وبدأت أستكشف المكان، وأخدت صور وعينات من الأعشاب والحشرات اللي لقيتها هناك. هنا بقى قصتي تختلف عن قصة علاء عبد العظيم. يا بروفيسور بارتلي، أنا شفته بعيني وهو بيطلع علبة كرتون من شنطة ظهره وفتحها ورماها على الأرض. أنا ما قدرتش أحدد بالظبط طبعاً كان فيها إيه أو خرج منها إيه، كنت قاعد بعيد عنه. قال لنا بعدها إنه خلص شغله وطلب نرجع على القاهرة. وأنا مصر وبقول للمرة الألف إنه كذاب، وعلى أحسن تقدير إنه مريض بارانويا وبيتهيأ له حاجات ما حصلتش. كل الحكاية إن كان معايا شوية علب ملهاش لازمة وقلت أرميهم هناك. إيه المشكلة في كده؟ إذا كان أهل القرية نفسهم بيرموا زبالتهم جنب المصرف، فأنا مش أول ولا آخر واحد يعني. قررت بعدها إننا نرجع، لأني ببساطة خلصت شغلي في القرية دي وبكرة أبدأ في قرية تانية. وفعلا رجعنا في نفس المواصلات الرهيبة اللي رمتنا على هنا. ريحت يوم في الفندق، وبعدها نزلت أتفرج على مصر ومعالمها السياحية. بصراحة ما حبيتش الأهرامات قوي، بس اللي عجبني المتحف المصري. وقضيت يوم في اسكندرية وكام يوم في الغردقة، وما قابلتش عبد العظيم إلا بعد 10 أيام، وطلبت منه إنه يساعدني نلاقي قرية أو اتنين بنفس الظروف البيئية اللي عملنا لها المسح. لا للأسف صعب قوي إننا نرتب زيارة لقرية تانية من غير ما نقابل بقى مشاكل مع السلطات ويوجهوا لنا أسئلة من نوع إيه سبب ومبررات طبيب أجنبي لدراسة تفاصيل بيئة قرية مصرية، بالأخص يعني لو ما نعرفش أي حد فيها. في الحالة دي لازم نبلغ وزارة الصحة المصرية، هم بس اللي يقدروا يساعدونا. وحلني بقى. في الحالة دي يبقى مفيش غير إننا نرجع مرة تانية لقرية صاحبك. ماشي اللي تشوفه. وفعلاً رجعنا لنفس النقطة اللي انتهينا منها لجنب المصرف، وتأكدت من إننا نروح الصبح والشمس طالعة. بدأت أفحص الأعشاب وجذور الأشجار اللي جنب المية، ودي نقطة تانية بيتهمني فيها عبد العظيم. والحقيقة أنا كنت محتاج أعمل كده عشان أعرف أدور على البعوض وأجمع عينات من المية الراكدة عشان أشوف إذا كان فيها يرقات ولا لأ. غريبة شوية. هي إيه اللي غريبة؟ يعني أنت من 10 أيام قلت لي إنك خلصت مسح القرية، بس واضح إنك مشغول قوي أهو. دايماً بيبقى فيه ثغرات والشخص ما بينتبه لهاش إلا وهو بيكتب تقريره ويرتب أوراقه، ساعتها بيعرف إيه اللي ناقصه بالظبط. وفعلاً ما طولتش المرة دي،
ما قدرتش أجمع نفس كمية العينات اللي جمعتها المرة اللي فاتت ولا أخدت عينات دم، ومشينا حتى قبل الساعة 4 العصر. قلت له إني خلاص مستعد أرجع القاهرة ومنها على الكاميرون. حسيت إنه مرحب بالفكرة، برضو أنا أكيد خليت أجازته جحيم، وبالأخص إنه مش عارف يروح في حتة ويبعد عني لأني ممكن أحتاجه في أي لحظة. وفعلا شكرته، وتاني يوم كنت في الطيارة راجع على الكاميرون. المفروض بقى مايرز يقتنع بالعينات اللي جبتها من قرية واحدة مادام هو مش عايز ينفذ المشروع على نطاق أوسع وينسق مع الحكومة المصرية. هو ده اللي أنا قدرت أعمله وقتها، وكان ده في شهر أغسطس سنة 96، ومش عارف إيه اللي فتح الموضوع ده تاني سنة 98. ومن حقي ألاقي حد يفهمني هو إيه اللي بيحصل بالظبط، وشهادتي مطلوبة لإيه. جوزيف دافنبورت 1998. أنا الدكتور مأمون الجندي، مصر الجنسية، من مواليد 53، أستاذ علم الحشرات. أولاً أحب أنوه إني ماليش علاقة بوحدة سفاري، ويمكن ما كنتش أعرف بوجودها أصلاً لولا الأحداث الغريبة اللي حصلت في بلدي. أنا زي ما ذكرت إني أستاذ علم الحشرات في كلية العلوم، واشتغلت في عدة مناصب سابقة أغلبها لها علاقة بالحشرات ذات الأهمية الطبية. اشتغلت مع منظمة الصحة العالمية لفترة، وانتدبت للمساعدة في القضاء على الملاريا في وسط أفريقيا. مرفق لحضراتكم سيرة ذاتية بالتقرير للاطلاع عليه. دوري ابتدى في القضية دي تحديدا في شهر يوليو سنة 98. أتذكر أني كنت لسه راجع القاهرة بعد ما انتهت أجازتي الصيفية، أو بمعنى أدق أنا اللي أنهيتها بشكل شخصي بعد ما سبت أسرتي في الشاليه بتاعنا بالساحل الشمالي علشان أخلص شوية شغل متعلق بالكلية وأستمتع بالسلام والهدوء النفسي اللي الواحد بيفتقده في وجود ثلاث شباب مراهقين وزوجة ما بتبطلش كلام. أنا عارف إن التفاصيل دي ما تهمش اللجنة في حاجة، بس أنا كنت محتاج أعبر عن رغبتي بالانفراد بنفسي شوية وقتها. المهم طلعت على مكتبي في الكلية، أكتر مكان هادي في حياتي، وبدأت أطلع على الرسائل اللي وصلتني في فترة غيابي، لحد ما سمعت الباب بيخبط. صباح الخير يا دكتور، أحب أعرفك بنفسي، أنا اسمي علاء عبد العظيم، أنا طبيب مقيم في وحدة سفاري الدولية بأنجا وانديري. محتاج بس من وقت حضرتك دقيقتين، وأكد لك أني مش هطول على حضرتك نهائي. ياه، ده أنا ما صدقت أختلي بنفسي شوية، ثم أنا أصلاً مش فاضي لك خالص دلوقتي، بس شكله ولد محترم ومحتاجني في حاجة ضروري بجد. أنا بس محتاج حضرتك في استشارة سريعة مش أكتر. طيب يا سيدي، دفعت تمن الاستشارة الأول قبل ما تدخل؟ لكن الولد كان مرتبك وما عندوش استعداد للهزار، وطلع من جيبه علبة حمراء قطيفة شبه علب خواتم الجواز، ولما فتحها لقيتها متبطنة بالشاش ومحطوط جواها 4 دبانات ميتين. شوف حضرتك دول كده، ممكن تديني رأيك فيهم؟ وريني كده. الدبانة الوحيدة اللي جناحتها بتبقى مقفولة على بعض بالشكل ده، شكل اللي يشبه المقص كده، وهي ما بتطرش على فكرة، هي دبانة جلوسينا واللي معروفة باسم ذبابة تسيتسي. انت بقى جايبهم معاك من الكاميرون كتذكار ولا ايه؟ للأسف الدبان ده انا جايبه من قرية هنا، من هنا في مصر. نعم، لا لو سمحت، لو جاي هنا تهرج اختار طريقة تانية، بس بلاش تقعد تقول انك لقيت الدبان الاستوائي ده هنا في مصر عشان محدش يضحك عليك. وكفاية سخف بقى لحد كده.
وتفضل لو سمحت علشان ما عنديش وقت للكلام الفارغ ده. أقسم بالله العظيم إني لقيته هنا في قرية مصرية. الدبان اللي معاه ده كان من النوع اللي بينقل داء النوم، وده نوع مش موجود غير في الكاميرون بس. فإيه اللي جابه مصر؟ وإزاي؟ اللي دار في ذهني وقتها إنه لو الكلام اللي بيقوله ده طلع صحيح يبقى إحنا في كارثة حقيقية. أنا ليا صديق يعرف واحد كان تلميذ عند حضرتك، هو اللي دلني عليك وقال لي مفيش حد في مصر كلها بيفهم في دبانة التسيتسي غير حضرتك و... مفهوم مفهوم. كمل يا ابني واحكيلي وصلت للدبان ده ازاي. طيب أنا هحاول أبسط لحضرتك الحكاية علشان ما طولش عليك. لو افترضنا أننا ممكن نقسمها على جزئين يعني، فالجزء التاني حصل السنة دي لما عرفت بالأعداد المريبة في حالات النوم بين أهالي القرية اللي قلت لحضرتك عليها، الحالات اللي دايما بتنتهي بالغيبوبة وبعدها الوفاة. الأول افتكرت إن الحالات ممكن تكون بسبب الالتهاب السحائي أو المخي أو الغيبوبة الكبدية، لكن الأسباب دي ما كانتش كافية بالنسبة لي رغم إنها هي الأسباب الوحيدة للغيبوبة في مصر. ظهرت في مصر 6 حالات وكلهم كانت بتجيلهم أعراض تبلد غير عادية. في شوية حالات جالها في الأول أعراض هرش شديدة في الجلد، وهنا جه في بالي إن الأعراض دي تشبه بشكل كبير أعراض مرض النوم في أفريقيا اللي أنا عارفها وحافظها صم يعني بحكم شغلي، رغم أني عارف ومتأكد أن مرض النوم لا يمكن يدخل مصر لأسباب بيئية على الأقل، وأن ذبابة التسيتسي الحاملة للمرض بتعيش في ظروف معينة صعب أننا نلاقيها هنا. بس ده ما منعنيش أني أروح القرية وفتش فيها كويس جدا، وبالأخص الأماكن اللي بيتكسر فيها الدبان، لأني عارف أن دبانة التسيتسي اللي بتنقل مرض النوم الجنبي بتعيش قرب المسطحات المائية المحاطة بالأشجار الكثيفة لأنها كائنات بتعشق الضلمة. المهم بدأت أفتش وسط الخضرة القريبة من الأرض على جوانب المصرف، وقدرت ألاقي تجمعات من الدبان العجيب ده. قتلت 6 علشان أعرضها على حد مختص. أما باقي الجزء الأول من الحكاية والأهم من وجهة نظري، هو أني من 2 جيت مع طبيب أمريكي كان شغال على دراسة تحت مسمى دراسة بيئة حمى الوادي المتصدع، وأنا متأكد إنه كان معاها علبة كرتون رماها جنب النهر قبل ما يمشي من القرية، وبعد كده قاعد ينكر إن ده حصل أصلاً. ده اللي خلاني أشك فيه أكتر، بالأخص بعد اللي أنا شايفه بيحصل في مصر دلوقتي وبحكم خبرتي السابقة في سفاري. لو دبانة التسيتسي دخلت مصر فمحدش هيعرف يلاقيها غير واحد عنده خبرة في المناطق الموبوءة، ولو أنا ما عملتش كده فمين هيكتشف المصيبة دي؟ أعتقد إن فترة 2 كانوا كافيين جداً بأن الدبانة تقدر تنتشر ويبدأ مفعول المرض يظهر على الأهالي، والأجيال الجديدة من الدبانة بعد كده تلاقي مرضى تنقل منهم العدوى لأشخاص تانيين، ونخش بقى في دوامة ما نعرفش نخرج منها خالص. طيب أنت متأكد أن الدبان كان حامل للمرض لما دخل مصر؟ ما أكيد، وإلا ما كانتش حصلت حاجة، ما كانش حيبقى فيه منها أي خطر، كانت حتبقى زيها زي ذبابة الفاكهة كده. وانت تفتكر ان الدبان قدر يتكيف مع الظروف البيئية اللي مش متعود عليها هنا في مصر؟ حضرتك ما شفتش القرية اللي كنا فيها، الجو هناك حر ورطوبة عالية جدا، الشجر والأغصان متشابكين على سطح المية، يعني باختصار البيئة هناك تشبه جدا البيئة اللي هم أصلا متعودين يعيشوا فيها. يعني تفتكر انها وصلت مصر بفعل فاعل؟ ده برضو أكيد، لأنه مش معقول تكون الدبانة كانت لازقة على شعري طول الفترة دي كلها وأنا جاي من الكاميرون لحد القرية. طب وليه؟ اللي عمل كده هيستفيد إيه؟ أنا ما أقدرش أعرف غرضه الحقيقة، بس هو طبعاً الأذية. يعني تعتقد نيته يعمل كارثة بيولوجية؟ لكن دي طريقة بطيئة جداً، أنت مش شايف إن في دلوقتي طرق أسرع وأسهل من كده بكتير؟ يعني مثلاً حرب الميكروبات هيبقى حتى شكلها أحسن شوية من دبان هيجيب للبشر مرض النوم. كلامك مظبوط يا فندم، بس فعلا ما عنديش أي إجابات غير اللي شفته وحكيته لحضرتك. طب أنت واثق من أن الفلاحين اللي بتحكي عليهم دول ماتوا بمرض النوم؟ هو ده بالظبط اللي هتأكد منه وأطلب من وزارة الصحة أنها تنفيه أو تثبته، لكن العلامات السريرية كلها بتأكد شكوكي. بس أنت عارف أنك مش هتعرف توصل للحقيقة لو ما لقوش طفيل التريبانوسوما في دم المرضى أو في نخاعهم الشوكي. عارف للأسف، وعارف كمان أننا لو أخذنا عينة من النخاع الشوكي لمريض بداء النوم يبقى بنحكم عليه بالإعدام وبنعجل بنهايته، لأن ده حيساعد على دخول التريبانوسوما للجهاز العصبي، ده لو ما كانتش دخلت طبعا. ولنفس السبب ده مرضى كتير توفوا خلال ساعات من فحص نخاعهم الشوكي.
المشكلة كمان إن المستشفيات كانت بتتخلص من العينات وما بتختبرهاش مجهريا، وحتى لو اختبروها لازم اللي بيكشف يكون عارف هو بيدور على إيه ومتوقع إنه يلاقي التريبانوسوما، يا إما مش هينتبه لها خالص. وإنت ناوي تعمل إيه دلوقتي؟ طبعا هبلغ وزارة الصحة وأجهزة الطب الوقائي. تمام، بس الأول أنا محتاج أروح القرية بنفسي وعاين كل حاجة على الطبيعة. سلام عليكم. سلام عليكم يا دكاتري، اتفضل. هو ازاي حضرتك مش خايف تتقرص من الدبانة؟ سيبها على الله، وكمان انا عارف كويس ان الدبان مش بيكون نشط الا بالليل، من وقت الغروب لوقت الشروق. بالمناسبة انا كنت لسه هسألك نفس السؤال، انت بقى مش خايف تتقرص؟ لا، احنا في سفاري بيطعمونا بحقنة بنتاميدين كل 6 شهور، يعني بتدينا حماية مش بطالة. وبمجرد ما وصلنا للمصرف لقيت فعلا حتة من أدغال أفريقيا، كأن حد قصصها ولزقها هنا على دلتا وادي النيل. رطوبة عالية، شجر في كل مكان، الشمس ما تعرفش توصل للبقعة دي، ده غير الحرارة العالية اللي تطلع الروح. لقيت شوية بقر في المية بيرطب جسمه، جنبهم في شوية أطفال بيلعبوا في المية هم كمان. لما يجتمع المشهد اللي انت شايفه ده، الإنسان والحيوان والدبان في نفس مصدر المية، اتأكد إن الوباء هينتشر ويتشعب، عشان كده داء النوم بينتشر أكتر في مواسم الجفاف لما تكون مصادر المية محدودة وكل الكائنات بتشرب من نفس المصدر. نزلت على ركبتي وبدأت أدور وسط النباتات على حافة النهر، وفعلا لقيت على جذع شجرة من تحت مجموعة كبيرة من الدبان، كانوا نايمين، وفعلا ما حدش يقدر يشوفهم بسهولة إلا لو كان قريب جدا من الأرض أو نايم على بطنه. كان الدبان صحته كويسة، ضربتهم بجرنان وبعدين أخدت منهم شوية وحطتهم في علبة سجاير فاضية كنت جايبها معايا علشان أحط فيها العينات. هما صحيح كانوا ميتين بس حالتهم التشريحية ممتازة. ألا صحيح يا دكتور، هو النوع ده من الدبان بيحط بيده فوق سطح المية زي البعوض؟ لا، التسيتسي بتولد يرقات مش بتبيض، قصدي إنها بتبيض بس البيض بيفقس جوه بطنها، بعد كده بتدفن اليرقات في الطين لحد ما يكتمل نموها وتبدأ تطير. وعلشان الدبانة تعرف تعيش لازم تكون جنب مسطح مائي مش كده؟ يا عزيزي في معلومات كتير اتغيرت من أيام ديفيد بروس، دلوقتي ذبابة التسيتسي بقت بتتحرك بحرية في كل مكان وما بقتش مضطرة تفضل عايشة جنب الأنهار زي ما كانوا فاكرين زمان. هو طبعا الأنهار ما زال مكانها الأساسي بس مش الوحيد. ده كده المهمة بقت معقدة أكتر بكتير من اللي كنت متخيله. سلام عليكم، وفي حاجة يا دكاترة كفالة الشر؟ ما نستغناش حاج، يعني لو عايزين أيتهم ساعدة أني موجود. احنا بس بنعمل دراسة سريعة كده عن قواقع البلهارسية. بلهارسية؟ أفوتكم بعافية. أنا من رأيي يا دكتور نبدأ نتحرك من هنا لأنهم حيبدأوا يتلموا علينا. أنا شايف كده برضو. بقولك يا علاء، خليني أتواصل مع وزارة الصحة لأنك مش هتعرف توصل لحد هناك، أعلى واحد ممكن توصله فرد الأمن اللي واقف على الباب، لكن أنا لي اتصالاتي معهم. تمام يا دكتور، اللي تشوف. وطلعت تاني يوم على وزارة الصحة وكان يوم مرهق جدا، وقعدت مع عدد مهول من المسؤولين أحكي القصة للمرة الألف، وما أقدرش ألومهم لو افتكروني مجنون. ما هو اللي بيتكلم عن ذبابة التسيتسي في قرية مصرية ما يختلفش كتير عن واحد بيتكلم عن دب قطبي في ميدان طلعت حرب، بس الحسن الحظ كان معايا ما يثبت كلامي. القرية والدبان والمرضى موجودين يقدروا يتأكدوا بنفسهم، وأخيرا قدرت أقنعهم. بعتوا فريق كامل من الأطباء للقرية المذكورة في وسط اندهاش من أهل القرية واللي مش فاهمين هو إيه اللي بيحصل لهم بالظبط. علاء كان معانا طبعا وساعدنا كتير في تحديد الحالات المشتبه فيها، وعرفت إن اللي بتقرصه الذبابة بيعاني من صداع وحمى وتورم في الرقبة، ده غير العلامة المميزة
لإصابة الجهاز العصبي وهي علامة كريندل، وبتتلخص في إن الضغط على أنسجة المريض بتسبب له ألم بعد دقائق من زوال المؤثر. في معامل وزارة الصحة بحثوا عن التريبانوسوما في سائل النخاع الشوكي للمرضى وفي دمهم وفي عينات غددهم الليمفاوية، وتواصلنا كمان مع مكتب منظمة الصحة العالمية والنامرو، وحضر خبراء من عندهم بجرعات السيورامين وميل بي الدوايين المعتمدين لمرض النوم. نقدر نقول إننا نجحنا في حصر حالات المرض، وتحولت القرية الفقيرة المنسية لحقل تجارب مليان بالأطباء وخبراء من منظمة الصحة العالمية ورجال الأمن طبعاً، اللي بدأوا يحققوا في القضية ويضغطوا على طبيبنا الشاب اللي جاي من وحدة سفاري علشان يستجوبوه. وفي كل مرة ما كانش بيقدر يحدد بالظبط إزاي المشكلة دي بدأت، وما كانش عنده غير قصته عن الطبيب الأمريكي جوزيف دافنبورت اللي فتح صندوق بندورا على رأي الإغريق القدامى، وما كانش هناك حد غيري يكلفوه برئاسة فريق إبادة الذباب. عشان كده كنت المرشح الوحيد للمهمة دي. المهمة ما كانتش سهلة أبداً، بعد ما أثبتت التجارب إن الذباب قادر على مقاومة المبيدات المعروفة التقليدية. الذباب تحسه معدل وراثياً بفعل فاعل، كأنه تم تصميمه علشان يكون سلاح بيولوجي لا يقهر. أجرينا عليه تجارب كتير لحد ما قدرنا نوصل إنه ممكن يموت إذا رشينا عليه جرعة ثلاث مبيدات مختلفة بنسب معينة. تركيبة مبيدات وصلناها بالتجربة، كان لازم نوفر طيارة رش تقوم بالمهام الصعبة والمكلفة، بس الحمد لله إن القرية صغيرة وده قلل التكاليف نوعا ما. بعد كده نفذنا الجزء الثاني من أساليب منظمة الصحة العالمية، وهي إننا نزيل كل المسطحات الخضراء من على جوانب المصرف بالبلدوزرات. أما الجزء الثالث والأصعب هو إننا اضطرينا نقضي على كل المواشي في القرية علشان ما تبقاش حاملة للمرض وتلعب دور احتياطي للطفيل، ومنه لله اللي حطنا في الموقف ده لأنه كلفنا كتير قوي. رجال الأمن كان دورهم إنهم شكلوا لجان حوالين مخارج القرية لرش أي عربية خارجة علشان يتأكدوا إن ما عليهاش أي عينة من الذباب. الخطوة الأخيرة كانت تمشيط القرى المجاورة للقرية الموبوءة علشان نتأكد من عدم إصابتهم بالمرض. وفي النهاية قلت لأعضاء لجنة الطب الوقائي بالوزارة، أعتقد إننا حصرنا المرض تماما، والمرضى الموجودين حاليا يا هيموتوا يا هيخفوا. لو فضلت دبانة واحدة عايشة بعد كل اللي عملناه ده فمفيش منها قلق، خلاص زيها زي التعبان اللي من غير سم. طب وحنعمل ايه لو في دبانة او اتنين قدروا يهربوا وهم حاملين العدوى؟ ما اعتقدش ان ده ممكن يحصل، لانها مش هتقدر تتكيف مع جو مصر اطلاقا، والقرية دي بالذات كانت وضعها استثنائي. طب وايه الاجراء اللي هنتخذه ضد اللي ورطنا في المشكلة دي؟ للأسف احنا ما نعرفش حد معين ولا معانا اي ادلة ضد حد. كل اللي نعرفه ان التسريب بدأ من منطقة دولية اسمها سفاري موجودة بالكاميرون، وبالفعل كتبت لهم تقرير عن كل اللي مرينا بيه وهبعته لرئيس الوحدة علشان يحقق معاهم من ناحيته ويحاول يمنع أي خطأ ممكن يحصل من وحدته مرة تانية. ما أعتقدش إن ده يكون خطأ مقصود منهم أو أسلوب من أساليب الحرب البيولوجية من إحدى الدول. أولا في طرق فعالة أكتر بكتير من شوية دبان يضربونا بيه. ثانيا الدول مش عاجزة إن هم يحطوا خطط أكتر تعقيد واحترافية. بالعكس، جمال الخطة دي بالذات في بساطتها وسذاجتها. في الغالب الخطط المعقدة بتبقى مصيرها الفشل دايما. مفيش طيارة هتقدر تدخل من باب شقة، لكن طفل صغير يقدر يدخل وبسهولة كمان. وبكده أكون وصلت لنهاية شهادتي، وأتمنى إنها تساعد لجنة سفاري الموقرة في استنتاج الحقيقة الكاملة. دكتور مأمون الجندي، 1998. بعد ما انتهت مهمتي مع وزارة الصحة ودكتور مأمون الجندي،
أجازتي كمان انتهت، والحقيقة إنها كانت أسوأ أجازة عدت عليا من ساعة ما اشتغلت في سفاري. المهم ودعت أهلي وودعت أشرف اللي فقد أبوه بسببي تقريبا، وبوست إيد أمي اللي عالم حشوفها المرة الجاية ولا لأ. مجرد التفكير في الموضوع ده بيقتلني، لكن مفيش مفر، لازم أرجع على سفاري. الكاميرون منفى حقيقي، هي صحيح مش بعيدة زي اليابان وأمريكا، لكن حاجز الحضارة ما بيننا مخلي الفرق شاسع، وزي ما قال مايكل شتون إنها ليست وثبة في الهواء فحسب، بل هي وثبة في الزمن كذلك. كلهم في سفاري تقريباً بقوا سمعين وعارفين بالحكاية. رجعت على سفاري ومعايا تقرير دكتور مأمون الجندي ومجموعة من الصور والملاحظات وشوية عينات من الذباب واليرقات، وطلعت على مكتب البروفيسور بارتلي بعد حفلة الاستقبال إياها، واللي كان وصلوا التقرير بالبريد فعلاً. حسيت إن البروفيسور بارتلي تخن شوية زيادة ومش فاهم إزاي ده حصل، لكنه فضل بنفس طيبة قلبه ونشاطه واهتمامه بالتفاصيل. هاي علاء، طمني، كانت أجازة حلوة؟ حلوة إيه بس، ده أنا مرهق زي ديفيد بروس بعد ما خلص مهمته بالظبط. تفضل يا علاء، أنا قريت الأوراق اللي وصلتني بالبريد وعندي سؤال واحد ليك. أنت إيه دليلك على إن الدبان طلع من عندنا هنا؟ لأن أنا جاي من هنا وجوزيف كمان جاي من هنا، فكون إن إحنا الاتنين نزور نفس القرية وبعدها يظهر فيها ذباب التسيتسي لأول مرة في مصر، فدي أكيد مش صدفة. كلامك مقنع، بس دافنبورت بيقول كلام غير كده خالص، وهو خبير أوبئة محترم وشغله إنه يكافح المرض مش ينشره. والله إحنا عندنا حقائق، وأول الحقائق دي إني متأكد إن مش أنا اللي عملت كده. طب وإيه احتمال إن اللي حصل يكون مجرد خطأ مؤسف غير مقصود مش أكتر؟ ما أعتقدش إني فضلت طول المسافة دي شايل دبان على شعري ونقلتها هناك يعني عن طريق الخطأ. جوزيف سألني عن مواصفات قرية معينة، هي نفس المواصفات اللي بتحتاجها الدبانة علشان تعيش فيها. الراجل كان محتاج دراسة ميدانية لقرى مصرية، وبمجرد ما وصلنا لهناك كان كل اللي عمله إنه فتح صندوق بندورة بتاعه وراح يقضي وقت لطيف في الغردقة وأسوان ومعرفش فين كمان، ونسي كل حاجة عن الزيارات الميدانية لأنه ببساطة كان عنده مهمة وخلصها. علاء، علاء، الكلام اللي انت بتقوله ده خطير ومش هسمح لك تكرره، لأنه كله مبني على فرضيات واستنتاجات وما معكش دليل واحد عليه. تفضلي عندي لو سمحتي، من الواضح انك فاضي وغاوي مشاكل، وحس كده بقى جهز لي تقرير مفصل عن تجربتك في مصر سنة 96 و98، وبقى سلمه للسكرتيرة وحبقى اطلع عليه بنفسي بعدين. دلوقتي تقدر تتفضل. طبعا أول حاجة عملتها بعد ما طلعت من مكتب المدير إني رحت على معمل الطفيليات عند دكتورة هيلين ماكنلي، خبيرة الطفيليات الاسكتلندية الظريفة، ساذجة زي الأطفال بس متمكنة من شغلها جدا، وهي صديقة عزيزة بس صداقة من طرف واحد للأسف. هي بتميل للوحدة ومش بترحب قوي بالمتوددين، يعني نقدر نقول هي من النوع عزيز النفس، مش من السهل إن حد يكون صديقها المقرب أو صديقها أصلا، لأنها بتعتبر نفسها جايزة قيمة للي يستحقها، وشكلي ما حصل ليش الشرف ده لحد دلوقت. الاستثناء الوحيد اللي كانت بتقدمه هو الاستشارات المجانية لأي حد طالب استشارة أو استفسار علمي، وقتها بس كانت بترحب جدا وبتقدم له من قهوتها كمان. صباح الخير يا دكتورة، أنا مش عايز أعطلك بس محتاج استشارة مستعجلة. علاء، الحمد لله على السلامة، أنت عارف مفيش استشارة ممكن تعطلني، اتفضل اقعد. يا ترى جايب لنا ايه المره دي؟ عايزك تديني رايك في العينات دي، شفتيها قبل كده؟ ايه ده، دي ذباب التسيتسي؟ عندي منها عينات قديمه بقالها سنتين او اكتر، بس بصراحه ما اقدرش اثبت اذا كانت من نفس السلاله ولا لا. هو انت كنت بتربي دبان في معملك من سنتين؟ ما تفكرنيش، كانت حادثه فظيعه، المعمل اتسرق وقتها ومش بعيد يكون سرق من الدبان كمان. وبتقوليها كده بكل بساطه؟ ما بلغتيش حد باللي حصل؟ ما هو ما كانش ينفع بلغ، لأن المشروع اللي كنت بعمله ما كانش قانوني قوي، وانت عارف بقى تاجر المخدرات ما بيبلغش الشرطة لما بتاعته تتسرق. لا، واحدة واحدة بقى كده واحكي لي على اللي حصل بالتفصيل. حاضر يا سيدي، اللي حصل اني وقتها كنت شغالة على تجربة كده، وقعدت تحكي لي على حاجة خلتني أبدأ أبص للموضوع بمنظور جديد تماما. واضح ان السارق
كان بيحاول بس إنه يبين إنها كانت مجرد عملية سرقة عادية مش أكتر. وأعتقد إنه قطع السلك وثبت علبة على الفتحة واستنى لحد ما العلبة تملت الدبان وساب المعمل ومشي بعد ما أخذ كل اللي كان جاي عشانه. جميل، بس عرف إزاي إن عندك الدبان ده؟ متأكدة يا دكتورة إن محدش غيرك كان يعرف بالحكاية دي؟ أعتقد محدش يعرف تقريبا يعني. لا استنى، دكتور إبراهام ليفي كان عندي في المعمل مرة وحكيت له شوية تفاصيل عن شغلي، أعتقد هو الوحيد اللي كان يعرف. الكلام اللي بتقوليه ده خطير وأخطر بكتير جدا من إن حد يعمل تجارب خلسة. أنا لازم أبلغ دكتور بارتلي باللي حصل. الموضوع عدى عليه سنتين، أعتقد دلوقتي أنا مستعدة لقبول أي تقرير يطلب مني، بس مش حابة أتورط في اتهامات ملهاش مبرر. أنا قلت لك اللي عندي، لكن معرفش إمتى أو غيرك هتستقبلوا كلامي إزاي وهتستنتجوا منه إيه. ما تلاقيش، أنا كمان بدور على الحقائق ومش هعتمد على شوية نظريات. من حسن حظ ليفي إنه ما كانش موجود في الوحدة الفترة دي، كان مسافر في أجازته الصيفية، وكنت مشتاق أعبر له قد إيه نفسي أشوفه وأتكلم معاه. بس لما يرجع أكيد المدير هيطلب منه تقرير هو كمان، ويكون تقرير مفصل، وأكيد هيلين هتجيب سيرته في تقريرها، وطبعاً هينكر كالعادة إنه ليه أي علاقة بالموضوع، ويتهمني بقى بكل حاجة حصلت من ساعة حصار بابل لحد ما خالته اتحرقت في أفران الغاز النازية. بس ليفي ما كانش هو الوحيد اللي أنا مستنيه. جوزيف دافنبورت خلص شغله الساعة 5 بالليل بعد يوم طويل من مكافحة الأوبئة وقهر الملاريا وداء الفيل. لو كان طول شوية كان يمكن كمان خلص على الجزام. المهم خلص يومه وطلع على الجراج علشان ياخد عربيته. هو عايش في بيت فخم قوي قريب من الوحدة مع مراته وابنه. دخل الجراج وما كانش فيه عربيات غير عربية المدير وجيديون. باقي الاستاف بيخلصوا يومهم بدري، ومعرفش ازاي ولا امتى هجمت عليه من ورا ظهره ووقعته على الأرض. حاول يقاوم بس بسام كان معايا وزحف على الأرض وثبت رجله لحد ما بقى في وضع المصلوب على الأرض بيني وبين بسام. انتوا جننتوا! مش عايز أسمع نفس. أنا وبسام كتفنا إيده ورجله وقعدناه على الكرسي وما بقاش بيتحرك فيه حاجة غير عينيه اللي مليانين كره وإنكار، وده خلاني أتنرفز أكتر الحقيقة. يعني لو كان أظهر شوية خوف كان الموقف هيبقى أصعب عليا، بس هو كده سهل علينا المهمة كتير. طلعت من جيبي إبرة فيها سائل أصفر ووريتها له. أنا مش ناوي أقتلك، لا، أنا حعمل عليك تجربة كده علمية بسيطة. بيقولوا إن فيروس الإيدز ضعيف، يا ترى هتحتاج كام سنتيمتر من المصل علشان تتصاب بيه؟ يعني بص كده معايا، الإبرة دي شايف؟ الإبرة دي فيها 10 سنتي، يعني كمية كبيرة فعلا، وأعتقد يعني إنها كافية جدا تخلي المريض يعيش آخر معركة ليه دلوقتي. وطبعا محدش هيعرف إني سرقت العينة دي منه. بص أنا عارف إن موقفنا دلوقتي بقى ميؤوس منه خلاص، وهنطرد من سفاري ومش بعيد كمان نتسجن، لكن على الأقل السجن أرحم بكتير من الإيدز اللي حيموتك بالبطيء. هتشوف جسمك والمدة 5 سنين بيتحلل كل يوم وانت مش عارف تعمل له حاجة. هتحاول تاخد أدوية وعقار زيدوفيودين لكن من غير فايدة، يعني لو كان عندنا قلب كنا قتلناك أرحم. أسمع، احنا توا مش نحيولك الكمامة من فمك، نحبوك تتكلم، انت تقدر تصرخ طبعا، لكن وقتها خلاص نكونوا فضينا الحقنة في رقبتك. انتوا بتعملوا كده ليه؟ وعايزين مني ايه؟ عايزين حقيقة اللي حصل في مصر سنة 96. يوه، احنا مش هنخلص بقى من الحكاية دي. انت حالتك بقت ميؤوس منها ولازم تتعرض على دكتور نفسي. بسام شكله مش ناوي يتكلم، شوف شغلك. لا، انتوا اكيد بتهزروا، انتوا ما تقدروش تعملوا كده. الإبرة على رقبتك فعلا، اديني سبب واحد يمنعني ما فضيهاش فيك حالا. اديك سببين لو عايز. اولا لاني ما اعرفش حاجة عن الموضوع ده، ثانيا اني هوديكم في داهية. انا هدفعكم تمن ده غالي قوي. وهو كذلك، انت اللي جبته لنفسك كده. وفتحت ياقة قميصه وكشفت عن أوردة رقبته. المرة دي بدأ سن الإبرة ينغرس واحدة واحدة في رقبته. استنى يا مجنون، ايه اللي انت عايز تعرفه بالظبط؟ الدبان،
مين اداك الدبان؟ دبان ايه؟ هيكون دبان ايه؟ دبان السي سي وبطل استعباط. اسمه ماكس، ومعرفش عنه اي حاجة تانية. قال انه عايز يدرس نمو العينة في بلد تحت استوائي زي مصر، لما عرف اني رايح هناك بعد اسبوع. وانت كنت عارف انها سي سي؟ طبعا كنت عارف، وكان جوه العلبة كمان ارنب صغير بيتغذى الدبان عليه وقت الرحلة. وماكس ده عرفك منين؟ انت قبضة المدخل الابرة كلها. ليفي، ابراهام ليفي، قال انه باحث شاطر والراجل يهمه. ليفي، ابراهام ليفي. وليفي كان عنده امل يعمل كارثة بيولوجية بالطريقة دي؟ ما تبقاش غبي، محدش يقدر يعمل كارثة بيولوجية بشوية دبان. هو كان نيته الدراسة فعلا على حساب أرواح الناس الأبرية. كل تجربة وليها أثارها المأساوية، مفيش حلاوة من غير نار. ما فكرتش ليه في كل الهنود الغلابة اللي قرصهم بعود راس وقت بحثوا عن سر الملاريا؟ طيب وليه ما يجربش في بلده؟ قصدي ليه ما يجربش في بلد الناس التانيين؟ والله هو ده اللي عندي واللي حصل بالظبط. تقبله وترفضه دي مشكلتك انت، وانا مش مضطر ادي تفسيرات لامثالك. انا عملت التجربة ارضاء لصاحبي، والموضوع بسيط، مش بالسهل كل اللي انتوا عاملينه ده. ها، اخدتوا اللي عايزينه يا عرب؟ خلاص، ما هو ده اسلوبكم، اتفضلوا فكوني حالا. بسام معلش، وريله كده جهاز التسجيل. شفتوا هذا؟ عنا اعتراف كامل منك، واحسنك تبقى ساكت وحاطط لسانك في فمك. احنا لا شفناك ولا قربنا منك ولا انت قلت لنا حاجه. تمام، بحب النوع ده من الصفقات، اتفقنا. لما يرجع بقى ابراهام ليفي، ها، ابقى بلغه ان انتقامي هيكون شنيع. مش هحدد بقى امتى ولا ازاي، لا، هسيبه كده يضرب اخماس في اسداس، ومش هتكون ابره مليانه بفيروس الايدز. ده لعب عيال بالنسبة للي هعمله فيه. جميل، وماله؟ ودلوقتي ممكن تبعد القرف ده عني؟ بسام آسف، أنا مضطر أقتله. وفضيت الإبرة كلها في رقبته. إيه ده؟ لا لا، أنت بتعمل إيه؟ الرجل ما استحملش الصدمة وفقد الوعي. أنت عملت اللي عليك علي، وقلنا كل كلمة اتفقنا عليها في السيناريو. أما أنت نسيت جملة فليعلم أن العرب لا ينسون ولا يغفرون لما جبت سيرة ليفي. يال، أنا ما كنتش متوقع أنه عصاب وخفيفة للدرجة هذه. لو كنت مكانه كنت عملت أكتر من كده. سمعنا صوت حد جاي علينا من بعيد، فكينا الراجل بسرعة وطلعنا جري في الجراج قبل ما حد يشوفنا، وسبنا ورقة جنبه مكتوب عليها بالإنجليزي: هو إيه اللي يخلي إنسان يفقد وعيه لما حد يحقنه بفيتامين كاف؟ الحكاية مش مستاهلة الرعب ده كله، ولا أنت إيه رأيك؟ ودلوقتي جا دورك يا ليفي، انتقام هيتسجل في التاريخ، لكن مش هعمل لك حاجة دلوقت. هستنى في صبر، في هدوء، هستنى لحد ما تطمن واغفلك. امتى؟ معرفش، يمكن بعد شهر، يمكن بعد سنة، لكن الدور عليك. وزي ما هو واضح في التقارير اللي حضرتكم طلبتوها مني، فدكتور ليفي ودكتور دافنبورت بيأكدوا إنهم مالهمش علاقة بالأحداث دي نهائياً. دكتور هيلين ماكنلي بتقول إن دكتور ليفي كان يعرف بتجاربها، لكنها ما بتتهموش بحاجة. أنا انتظرت دكتور ليفي يرجع من أجازته وطلبت منه يقدم لي تقرير بشهادته، زي ما هو واضح في الأوراق إنه بينفي أي دور ليه في القضية، ولكنه مصر إننا نعيد النظر مرة تانية في عدم تجديد عقد دكتور علاء عبد العظيم. والفكرة بقت مسيطرة عليه لدرجة إنه بيهددنا بشكل صريح بإنه حيسيب الوحدة لو ما سابهاش دكتور علاء عبد العظيم. بيأكد إن الطبيب المصري بقى خطر مؤكد على حياته بشكل مباشر. ولما سألنا دكتور علاء كان بشوش ومتسامح على غير عادته، وقال لنا بالحرف: أنا بسحب كل الاتهامات اللي وجهتها لدكتور إبراهام ليفي، كان مجرد سوء تفاهم بسيط. أنا دلوقتي عارف ومتأكد إنه ملوش دخل في القضية، وعندي دليل مادي قوي على كلامي، لكن مش هصرح عنه دلوقتي لأسباب شخصية.
وصداقتي للراجل أقوى من أي أوراق ولجان، وعشان كده أنا بوعده إننا حنسوي الأمور بشكل شخصي بعيد عن التحقيقات، وحيكون مرضي وزيادة. بأكد إنها حتكون تسوية أعبر له بيها عن مدى احترامي لي، وأوعده إنه عمره ما حينساها. أما بالنسبة لدكتور دافنبورت فأنا بالفعل قدمت له اعتذار رقيق، وحيكون اعتذاري لإبراهام ليفي أرق بمراحل. ولما بلغت رسالة علاء لدكتور ليفي لقيته اتعصب وتوتر أكتر. حقيقة أنا ما بقتش فاهم هو بيفكر في إيه بالظبط. أما دكتور دافنبورت فبلغنا بشكل رسمي إنه ناوي يسيب الوحدة وراجع على الولايات المتحدة، بيقول إن في شغل منتظره في أتلانتا، وفشلت كل محاولات الإقناع إني أخليه يفضل. مش بس كده، الأغرب إنه سيطرت عليه في الفترة الأخيرة وسواس إصابته بالإيدز، رغم إنه عمل كل أنواع الفحوصات الممكنة اللي أثبتت سلامته وسلامة تحاليله. وبكده أبقى وصلت لنهاية التقرير المطلوب مني في الأحداث المؤسفة الأخيرة في سفاري. من رأيي الشخصي إنه كان خطأ غير مقصود، وصعب إننا نحدد اسم نشيله المسؤولية كلها. يمكن المفروض نلوم دكتور ماكنلي على قلة حرصها، أو ننبه دكتور عبد العظيم إنه بعد كده يبطل تسرع ورمي اتهامات بالباطل، لكني ما أقدرش أتهم شخص بعينه بإنه السبب في بدء كارثة بيولوجية ربنا وحده اللي يعلم كانت هتنتهي بإيه، لولا كفاءة راجل علم بوزن دكتور مأمون الجندي ودقة ملاحظة طبيبنا الشاب علاء عبد العظيم. إفريقيا هتفضل غامضة زي الموت ومليانة بالكوارث اللي منتظرانا، ولو إني بدأت أعتقد إن سفاري بقت كل مهمتها إنها تمنع الكوارث دي قبل حدوثها، ولو ما قدرناش نمنحها هتبقى مهمتنا إننا نخفف مسيرة الدموع والألم والدم اللي بيحركوا القارة السوداء لطريق مليان معاناة. موريس بارتليه، سفاري، سنة 1998.